ضيقوا النظر قصيروه، كأنهم لا يعلمون ما يدري في ربوع الكنانة من اعتداءات واغتصاب وإراقة للدماء وترويع للأبرياء وسلب للثروات وقطع للطرق وتخريب للمنشآت. كل من تسبب في هذا بطريق مباشر أو غير مباشر فعليه كفل من وزره وإثمه، والذين أخرجوا الناس ولم يخرج الناس في جملتهم من العوام الذين لا يحسنون النظر في مآلات الأمور لم يخرجوا لأنهم يتبعون الماسونيين أو يلجؤون إلى مخططات الصهيونيين، لا، وإنما حركوا فتحركوا، فإثم حركتهم على من حركهم على من أخرجهم، حتى وقعت الفوضى في الديار. ثم يقول قائلهم اليوم لن نأمر الناس ولن نطلب منهم النزول حتى لا تحدث الفوضى. لقد حدثت يا صاح، وكنت من أعظم محركيها ومسببينها، فاتق الله في قولك وأمر الناس أن يلزموا الجادة المستقيمة، جادة الإسلام العظيم، بإخلاص الدين لله وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا، ولن يكون يوما من الأيام دينا. والأمة في هذه المرحلة الدقيقة من مسيرتها وحياتها لا تتحمل التجريب، لا تتحمل التجارب الفاشلة التي يدخل القوم الأمة فيها باسم الدين من أجل إراقة الدماء وإشعال النيران في جنبات الوطن المسلم، لكي يضيع كما ضاعت أوطان، لكي يمزق كما مزقت بلدان، لكي يشتت أهله ويشرد قاطنوه، من أجل أن يساموا الخسف والذل والفقر والهوان، من أجل أن لا يرفع بين ظهرانيهم أذان. كل هذا بما كان، إنما كان بمخالفة نهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فادعوكم من أولئك المنظرين، فإنهم لا يحسنون الدين فضلا عن الحياة. فالدين كامل أكمله الله وأنزل بيان كماله في أعظم مجمع شهده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم عرفة في حجة الوداع، وهو بعرفة وكل من معه على صعيد عرفات، وهم ألوف من مئات مؤلفة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يتلقى الوحي الشريف: اليوم أكملت لكم دينكم. لا نقصان فيه، دين كامل تام شامل. فلسنا في حيرة، مهما نزلت النوازل واستجدت المستجدات لسنا في حيرة. لا يكون أهل السنة يوما في حيرة، كيف وهم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أغنانا الله بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وبفهم أصحاب نبينا ومن تبعهم بإحسان لكتابه وسنة نبيه، عن كل فكر وعن كل نظر
وعن الفلسفة والكلام وعن شخشقة البيان، إذ الحق واضح لائح لا يشتبه وعليه نور، ويهدي الله إليه من يشاء. نسأل الله أن يهدينا والمسلمين أجمعين إلى الحق الحقيقي بالاتباع والصراط.